انتهت خلال الفترة أو الشهور القليلة القادمة، والأمور تستعيد يعني عافيتها في خلال مدة بسيطة يعني. لكن هو الإجابة الأزمة كبيرة جدا جدا، تداعياتها على مش على مصر بس، على عشرات ومئات الدول. يمكن أنا قلت في 143 دولة، أيوه 143 دولة. صندوق النقد الدولي قال إن الدول دي هتعاني من هذا الموضوع. أكيد إحنا منهم، أكيد إحنا بعدد سكاننا، أكيد إحنا بقدراتنا اللي موجودة، بس في فرق بين معاناة وبين أزمة كبيرة. دلوقتي إحنا بنعيش معاناة، وأبدا أبدا كل جهدنا بنعمله إن نقلل المعاناة دي، بحيث إن كل مواطنينا يجدوا طلباتهم. والنهارده كان في يعني مؤتمر مع يعني البنك المركزي والماليه والتجاره والصناعه وكل يعني المسؤولين الدوله عن يعني مثلا الاقتصاد وعن التجاره وعن الاستثمار وعن الصناعه. وكان الامر واضح ان احنا لابد ان احنا نبقى كدوله مسؤولين عن توفير كل المواد الخام. وانا قلت الكلام ده برضه في يوم افطار الاسر المصري، قلت لابد ان احنا كدوله نبقى نوفر كل المواد الخام ومستلزمات الانتاج للصناعه حتى لا تتوقف، لان الصناعه دي فيها ملايين من البشر بيشتغلوا. احنا مش هنعمل بطاله بايدينا، ايوه مش هنعمل بطاله. اذا الاجابه هنا في ازمه، الاجابه هنا احنا الحمد لله رب العالمين مسيطرين عليها، ورا دليل على كده ان حاجتنا موجوده وبكثره. واحنا في مصر انا ما قلتش ابدا في اي لقاء او في اي مؤتمر ان انتوا ايه ما تاخدوش حاجه، لا، عايزين تنزلوا تشتروا اشتروا. احنا ان شاء الله يعني عاملين. انا كان توجه من الدوله من 3-4 سنين ان يبقى في عندنا احتياط استراتيجي لا يقل عن 6 سنين، ست شهور. وبالتالي ده كان ليه تاثير كبير جدا حتى على التسعير دلوقتي. ليه؟ لان احنا كنا جايبين المواد ديت كلها باسعار ما ترتفع وقبل الازمه، شهدت التضخم الكبير ده، في حين ان دول كبيره في اوروبا انت شفتي لا يقول لك ان ما فيش خد ازازه واحده، انا اسف، خد ازازه زيت واحده للاسره، نعم، خد كيس دي، انا اسف يعني، او خد على قدك يعني، ايوه. لكن احنا ما قلتش كده، ما حدش ابدا دخل اي مول او سوبر ماركت او ده او ده قال لي ما تاخدش الشركه، ما فيش مشكله عندنا، ما فيش، وعندنا حاجتنا ان شاء الله، وعندنا احتياطيات موجوده في صوامع القمح، ولسه احنا دخلنا يمكن في 170 180 الف طن قمح بيتم توريده يوميا، واحنا في بدايه الموسم. احنا يمكن موسم القمح هيستمر معانا كده يمكن لغايه يمكن نص او اخر الشهر الجاي. فحاجتنا موجوده، لكن سعرها قد يكون بامانه ممكن يتضخم مننا، واحنا بنحاول ان ده بإجراءات حماية مجتمعية. نعم. يعني من حماية مجتمعية نستهدف فيها الطبقات الأكثر احتياجا يعني. احتياج. نعم. عشان طبعا يعني لو الأستاذ عايزة تقدر تجيب يعني خلاص أنا يعني تجيب يعني، لكن اللي ما يقدرش يجيب ده مش هنسيبه يعني. ما يقدرش يسيبه يعني. طبعا. أيوه. ودي مسؤولية برضه قدام ربنا سبحانه وتعالى. بطمنكم بقى احنا بخير الحمد لله رب العالمين. عندنا احتياجاتنا وعندنا احتياجاتنا بتاعت يوم ولا اثنين ولا ثلاثه ولا شهر، لا اكتر بالطريقه اللي انتم بتستهلكوا بيها الحاجه. ايوه ما تخافوش، احنا بنستهلك كتير. لا ما اقصدش، لا يعني اقصد اقول يعني ايه بطلب يمكن يكون مش ماشي ومثلا عايزين تاخدوا خدوا، ما فيش مشكله. احنا 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 الحاجه موجوده وحريصين على ان الحاجه تبقى موجوده للحد الادنى. الحد اللي بعد منه ان احنا بنحاول ان يكون السعر بتاعها ما يبقاش ضاغط قوي على حياه الناس. اللي انا بطلبه من المصريين دلوقتي مش هتقول تحملوا معايا ده. لا تحملوا معاها هي عشان خاطرها هي. مع مصر. طبعا. مع بلدنا. بلدنا اللي احنا عايشين جواها. طبعا. وعلى خيرها وارضاها عشنا. عشان خاطرها هي تحملوا معاها. ده الكلمة اللي ممكن اقولها في الليبا، لكن اطمنوا تماما، وانا عارفين ان انا ان شاء الله دايما بحاول اكون صادق في الكلام.